عندي النهارده دباح. صح؟ ما كسبتش حاجة لغاية دلوقتي. أنت كسبت 5 جنيه. طلع ال 5 جنيه. طلع ال 5 جنيه. طلع. خد يا عم بقى، أنت عمال بتكسب. أنت عمال بتكسب بالليلة يا عم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا بابا وفهد وسوبر كاشات اللي منور الكاميرا. بيكسب فلوس كتيرة. زي ما فهد ما قال بيكسب فلوس كتيرة، وطبعاً إحنا ما نقدرش ما نعملكوش فيديوهات لأن أنتوا جمهورنا حبايبنا وإحنا بنحبكم وأنتوا بتحبونا، فلازم نعملكوا الفيديو اللي أنتوا بتحبوه. ولو عايزين يعني أنتوا لو عايزين منتجات تكسب فلوس اكتبوا لنا تحت في التعليقات عشان نجيبها لكم، عشان إحنا ما بنحبش نزعلكم. وقبل ما نبدأ الفيديو لازم نقول بسم الله، وإحنا نقول بسم الله وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان توصل القناة دي. عايزين يعني نفجر اللايك على شكل لايك ده نفجره ونخليه ينفجر. روان النهارده عملت مقدمه هايله، اتمنى ان انتوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل جديد ونوصل 2000 متابع قبل السنه الجديده. ده رجاء كل اللي موجود في القناه، حبيتونا اشتركوا، ما حبيتوناش اعملوا لايك واطلعوا. اوكي اوكي يلا نقول. ما حدش راضي يديني اللايك، ما حدش راضي يديني اللايك، ما تديني لايك يا اخي. النهارده معانا تحدي بسكوت كاشات، بسكوت سوبر كاشات. النهارده تحدي بسكوت سوبر كاشات اللي بيكسب فلوس، والنهارده التحدي فكره التحدي زي كل مره اللي بيكسب كتير بياخد الفلوس اللي موجوده مع الاثنين التانيين. انا النهارده متحمس قوي، وانت كمان متحمسه؟ انت كمان متحمس؟ انا متحمس جدا. وقبل ما نبدا الفيديو تشيروا الفيديو ده كتير قوي. النهارده معانا بسكوت، النهارده معانا بسكوت عايزين الكرز يعذرني. تريرين تريرين تريرين. يلا نقول بسم الله. كاشات اللي بيكسب فلوس، سوبر كاشات مليان فلوس، سوبر كاشات مليان. هو ليه كيس خس؟ مش عارف، خسسوه. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان كده مش عارفين ولا ايه؟ لا ما كسبش حاجة، ما كسبش حاجة. ده أول مرة يكسب الورقة و5 جنيه. 5 جنيه. ومحدش كسب حاجة. اوبا. ايه ده؟ ده بقوا يحطوا الورقه مع البتاع. خد يا بابا مسكين. انتوا كسبتوا ولا ما كسبتوش؟ هو انتوا كل مره، هو انا ايه؟ انتوا بتعوضوا الخساره بتاعت المره اللي فاتت؟ اه طيب ما لازم كده. روان كسبت في سوبر كاشات 5 جنيه، وفهد كسب في سوبر كاشات 10 جنيه. بتلخبط على طول. كده روان كسبت في سوبر كاشات 5 جنيه، وفهد كسب في سوبر كاشات 5 جنيه، وانا ما كسبتش حاجه. وانا ما كسبتش حاجه. وانا ما كسبتش حاجه. يلا نقول بسم الله. قبل ما نبدا بشكر توتا وكل اللي بيعلقونا على كوتا. بصراحه احنا عايزين نقول لك يا توتا، انت يعتبر بنعتبرك اختنا. صح. قبل ما نبدا نشير الفيديو ده ل 100,000 لايك. 100,000 لايك يا روان، هي 50 لايك. حلو. كسبتش حاجه. بسم الله الرحمن. انا مش عارف ليه حظي النهارده سيء. مش عشان انت ما كسبتش تقول عليه سيء، لا هو حلو. بسكوت كاشات بصراحه النهارده اللي حظي سيء. يلا نقول بسم الله. شير وسبسكرايب. جد انا متاكد ان هي هتكسب. انا مش متاكده من اي حاجه. لا بقى كده حظ وحش. الله. بسكوته طعمها حلو على فكره. صح؟ ما كسبتيش احسن. استنوا بقى، انا ممكن اكسب. يا جماعه بابا بيقول انا مش عارف. طب ليه؟ بابا بتقول لي احسن. عشان سوبر كاشات مليان فلوس. عشان انا لعبتكوا كلكم. بعد النهارده دباح. كسب 10 جنيه. انا النهارده كده في البتنجانه. وفهد كسب 15 جنيه، وروان كسبت 5 جنيه. ويلا نقول بسم الله. انا عايز اقول لكم ان احنا جبنا الحاجات دي عشان انتوا احسن جمهور في الدنيا. بنحبكم وبتحبونا. ما كسبتيش يعني؟ في امل ان فهد يكسب تاني ولا ايه؟ في امل، انا حاسس. انا بفكر. انت بتحس كل مره وبتخسر. احساسك بيبقى غلط. احساسي بيبقى ورق. احساسك كل ورق. انا ما كسبتش حاجه. احساسي كل ورق الا ال 15 جنيه اللي انا كسبتهم دول. ايوه يا عم انت حظك حلو النهارده. انا النهارده ما كسبتش اي حاجه، وحظي زي الفل. بتاع اختص في البحر احطه. اختص في البحر وحطه. سوبر كاشات. انت غرقت؟ تبدل بواحدة؟ اكيد كسبان. لا مش هنبدل. يلا نقول بسم الله. ده كسبانة يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللي قلت لي عليها كسبانه خسرانه يا بنت اللذينه، انت يا بنتي مالكيش امان. الكسب 5 جنيه. بحبكم قوي. ايه ده بقى؟ هو في ايه؟ في ايه؟ 5 جنيه بس؟ انت بتقولوا لي ليه؟ ما بتقراهم؟ بابا بيكسب في كل الفيديوهات وانت كسبت في الفيديو ده بس. انت النهارده كسبت في الفيديو بس، انت عمال بتكسب في الفيديوهات اللي فاتت كلها صح؟ ما كسبتش حاجه لغايه دلوقتي. انت كسبت 5 جنيه. طلع ال 5 جنيه. طلع ال 5 جنيه. طلع. اقعد يا عم بقى، انت عمال بتكسب، انت عمال بتكسب بالليله يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب بقى اكسب اي حاجه بقى يا جماعه بقى عشان كده. كده حرام عليكي يا سوبر كشير، كده حرام عليكي يا سوبر كشير، كده حرام عليكي. ما هي في 5 جنيه. 5 جنيه. انت كام؟ 20. يا ابن اللذينة، يا رب اكسب بقى، يا رب اكسب 5 جنيه و5 جنيه و15 جنيه 20 جنيه. وفادي لحد دلوقتي كسبان 20 جنيه. 20 جنيه، يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وات؟ يا رب اكسب. ايه ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سوبر كاشات مليان فلوس، سوبر كاشات مليان. كسبت كام؟ انا كسبت 5 جنيه و5 جنيه 10 جنيه وراهم كسبت 5 وفادي كسب 15 من سوبر كاشات. اللي بيكسب فلوس. كسبت تاني؟ لا. امال ايه؟ 20 جنيه فين؟ اه انت كسبان 20 جنيه ماشي. وانت كسبت ايه؟ اوه الحمد لله. كلي. يا رب يطلع لي 10 جنيه عشان اكسب. كده؟ تكسب. يا رب اطلع، يا رب يطلع لي 10 جنيه. تكسب. بابا انا هفتح. انا متحمس. انا متحمس افتح انا الاول ده. انت محمصه. بسم الله. محمصه ده رايحه. ايه ده؟ ده في الاخر فسيخ. يا والله دي محروقه مش متحمصه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ايه؟ ده اخر. اه استنى انت خلاص فتحت. قبل ما الفيديو يخلص اتمنى ان انتوا توصلوا للفيديو ده 20 20 ايه 2000 لايك. حط الفيديو حط ال 5 جنيه. ويلا نفتح. ويلا اتمنى ان انتوا ايه ده 5 جنيه؟ روان كسبت 5 جنيه. لا انا كسبت 15. روان كسبت 5 جنيه. اتمنى ان انتوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان النهارده. لا ما كسبتش، كسبت 5 جنيه اه تاني. وانا 10 وهي 10 وانت 20 يا ابن المحظوظه. لا بسم الله الرحمن الرحيم. ما كسبتش حاجه. لا من بابا من قدام يا بابا. اوه 15. انت وديت الفلوس فين؟ حط الفلوس. اتفضل. 15 جنيه. انا اللي صدقته. فهد هو اللي كسب النهارده. بقول لك هات الفلوس. يلا طلع الفلوس بقى عشان. اديتها له والله. والله اديتها له. انت معاك كام؟ هات يا عم عشان البت دي. والله العظيم اديتها له. عدها حتى الفلوس عدها الفلوس عدها. لا خلاص. طب هو عدها عدها. طب هو عد الفلوس الاول. انت بتحط الفلوس سوبر كاشات هنا بيكسب. عد الفلوس. انت كسبان كام يا عم؟ 20 وانا خد عشرتك وهم ال 20 بتوعك اهو. وانت كسبان 10 وانا كسبان 5. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى ايه؟ فلوس. انت في ايه؟ انت في ايه؟ 20 جنيه دول؟ اه دول 20 جنيه وادي 10 جنيه وادي 15 جنيه. النهارده فهد كسب فلوس كتير قوي 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 قوي. اتمنى ان انتوا تضغطوا لايك وتشتركوا. ما خلاص يا عم. ما خلاص. اتمنى ان انتوا بقول لك انت كنت عايزه تنصبي علينا دلوقتي. اتمنى ان انتوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل جديد. ويلا نقول يا عم مع السلامه. يا عم قول اي حاجه. قول لهم مع السلامه. مع السلامه.